كده احنا بنسجل المحاضرة. طيب ايه يا سلمى اتفضلي. سلمى بالغلط يا دكتور، سوري. طيب ماشي ولا يهمك. طيب احنا في شابتر 8 المرة اللي فاتت خدنا البي تي كاش، والبي تي كاش كان ان في حد احنا بنديله مبلغ صغير عشان يصرف منه، واول ما المبلغ يقرب يخلص بيعمل له حاجه اسمها ريبلانشمنت او بيعوضه. تمام، وحلينا على القصه دي وشفنا ان في حاجه اسمها كاش اوفر اور ايه ديفيسيت تقريبا او شورت. تمام، موضوع البي تي كاش بيجي في الامتحان او لا؟ ماشي، في ناس بتشرح البي تي كاش وفي ناس ما بتشرحهاش، بس انا بشكل عام انا لازم اشرحها عشان ده موضوع انتوا بالنسبه لكم يعني يهمكم في الشغل بعد كده، لكن هيجي في الامتحان او لا مش لسه مش محددين، لان مثلا الجروبس بتاع الدكتور معين لسه اساسا ما خدوش شابتر 8 وشكلهم مش هياخدوه. هنشوف ناس تانيه ما خدوش البي تي كاش وناس تالته خدوا البي تي كاش، فاحنا في الجروبات بتاعتي انا كده كده هشرح البي تي كاش، وبعدين موضوع الامتحان ده ما تقلقوش منه يعني. تمام؟ طيب النهارده هنتكلم عن موضوع بقى اهم شويه من البي تي كاش، هو حاجه اسمها بنك ريكونسيليشن. ركزوا بقى معايا الاول، يعني ايه القصه دي؟ دلوقتي اي شركه بيبقى عندها تو اكاونت للكاش، اكاونت اللي موجود عندها جوه شركتها ده بنسميه كاش بالانس بير بوك، يعني هيبقى رصيد الكاش عندها في الدفاتر بتاعتها هي، يعني المفروض ان انا بسجل كل كاش ترانزاكشن في حاجه اسمها كاش تي اكاونت او تي اكاونت للكاش. طيب غالبا بيبقى في شادو للاكاونت ده موجود في البنك بقى، الشركات الكبيرة كلها ما بتحتفظ بكاش جوه الشركة نفسها، ما بتحطش حاجة اسمها كاش اون هاند، معظم العمليات بتاعتها بتبقى موجودة في البنك. فعشان كده يفترض ان انا عندي حسابين للكاش، حساب البنك وحساب الكاش في الشركة. طيب انا بستنى في نهاية كل شهر لما البنك يبعت لي حاجة اسمها البنك ستيتمنت من عنده عشان اعرف انا رصيدي في البنك كام، والمفروض برضو ان انا ببقى عامل جوه شركتي. تمام، انا عندي في البنك كام، المفروض لما البنك يبعت لي البنك ستيتمنت الرصيدين يطلعوا قد بعض، يعني انا كاتب في الدفاتر عندي مسجل ان كل كاش ترانزاكشن اللي حصلت اللي انا عملتها خلال الشهر ده مثلا وليكن شهر مارس الجميل اللي احنا فيه ده، عملت كاش ترانزاكشن مع البنك في الاخر عندي كاش بالانس في البنك بيقول ان انا عندي 100,000، المفروض ان البنك ستيتمنت لما تتبعت لي من البنك يبقى برضو رصيدي في البنك 100,000، لان الرصيدين يطلعوا قد بعض. تمام؟ مظبوط كده؟ ساعات كتير بقى بيحصل ان الرصيدين ما يطلعوش قد بعض، ان الكاش اللي موجود عندي في اللي انا مسجله في الدفاتر اذا رصيد حساب البنك عندنا اللي انا كاتبه بايدي يطلع 100,000، وفي البنك مثلا البنك بعت لي ستيتمنت مثلا ب 95,000، فهنا يطلع في فرق 5,000 دولار بين التو اكاونتس. المفروض ان انا اجي اخر كل سنه واعمل اخر كل شهر اسف او اخر كل فتره واعمل حاجه اسمها بنك ريكونسيليشن. يعني ايه؟ يعني بشوف ايه السبب اللي بيخلي رصيد البنك عندي مختلف عن البنك ستيتمنت اللي مبعوته لي. كده فاهمين؟ تاني، اي شركه بيبقى عندها تي اكاونت مفتوح في الليجر بتاعها اسمه بنك اكاونت. البنك اكاونت ده احنا بنسجل فيه كل الكاش اللي راحت او جات من البنك خلال شهر معين، واخر الشهر بطلع رصيد اسمه بنك اكاونت بالانس، ده عندنا في الشركه. تمام، لو الرصيد ده 100,000 المفروض البنك بقى اللي انا بتعامل معاه لما يبعت لي بنك ستيتمنت اخر الشهر برضه يطلع الرصيد 100,000. طيب لو ما طلعش 100,000 يا اولاد، طلع مثلا 95,000، معنى كده ان في فرق بين البنك اكاونت بالانس اللي موجود عندي جوه الشركه اللي انا عامله بايدي والرصيد كشف حساب البنك اللي مبعوت لي من البنك. يبقى اكيد في حد مننا احنا الاثنين غلطان، لا اما انا غلطان لا اما البنك هو الغلطان. عشان كده بنيجي اخر كل شهر ونعمل حاجه اسمها بنك ريكونسيليشن. طيب الكلام اللي في الاول الكام سلايد دول نظري، هنبقى نرجع لهم بعد كده، بس انا حاططهم عشان فكره الترمينولوجي اللي قدامنا دي. مثلا يعني مثلا لما هيجي يقول لي اي اف تي اقول له دي الكترونيك فاند ترانسفير،
يعني ممكن حد بيحول لي او انا بحول لحد فلوس عن طريق اونلاين بانكينج يعني، وممكن الاونلاين بانكينج ما تسجلتش عندي في وقتها ولا حاجه تمام. واحنا ماشيين بقى برضه هيقابلنا مصطلح اسمه ان اس اف او نون سفيشنت كاش او نون سفيشنت فند، برضه هنجيله بعد شويه. هنبدا بقى من اول السلايد دي بالظبط. احنا ايه اللي بيخلي رصيد البنك في الدفاتر عندي مختلف عن رصيد كشف حساب البنك بتاعي اللي مبعوث لي من البنك؟ بيقول لي لان في كام حاجه كده بتخلي رصيدين مختلفين، نتيجه فروق التوقيت او نتيجه حاجه اسمها تايم ليجز اللي هو الوقت يعني. يعني لو انا مثلا فرضت كده، انا الشركه النهارده يوم 31 مارس تمام، راحت عملت بعت موظف من عندي عمل ديبوزيت في البنك، خد فلوس، خد 10,000 وقلت له روح حطهم في البنك النهارده. فراح النهارده البنك على الساعه 2 لقى البنك قفل عشان حظر التجول، فمعنى كده ان هو هيروح بكره. انا بقى بالنسبه لي تمام، لو فرضنا ان النهارده 31 مارس، انا كتبت عندي ان في فلوس انا خدتها من حسابي ووديتها البنك، يعني انا ضفتها على حسابي في البنك صح كده تمام، والموظف راح متاخر فالبنك طبعا ما سجلهاش ولسه هيسجلها بكره. لو البنك بعت لي النهارده البنك ستيتمنت صح كده، هيتبعت لي البنك ستيتمنت وداوت الديبوزيتس اللي انا بعتها دي اللي احنا بنسميها ديبوزيتس ان ترانزيت. يبقى معنى كده اكيد ان كشف حساب البنك اللي هيتبعت لي اللي هو البنك ستيتمنت هيطلع مختلف عن رصيد حساب البنك اللي انا عامله بال 10,000 دول. انا هبقى مزود البنك الرصيد الحساب ب 10,000 وهو مش حاططهم، معنى كده ان في غلط حاصل من الاثنين، احنا بقى وظيفتنا ان احنا نصلحه. طيب رقم 2، ممكن يبقى عندي حاجه اسمها outstanding checks، برضه نفس الكلام. لو انا النهارده واحد من السبلاير بتوع الشركه جه النهارده يوم 31 وانا اديت له شيك عشان يروح يصرفه من حسابي في البنك عشان بضاعه هو كان جابها لي، وليكن الشيك ده ب 5,000، خلاص اول ما هدي للراجل ده الشيك اللي هو احنا بنسميه outstanding check، انا بقول ان انا طرحت كده على طول من رصيد حسابي في البنك 5,000. المفروض بقى ان الراجل اللي هو اسمه السبلاير ده ياخد الشيك ويروح يصرفه من البنك. لما هيروح يصرفه من البنك رصيد حسابي في البنك هيقل. طب لو الراجل ما راحش النهارده او برضه راح متاخر وراح بكره، هيطلع البنك ستيتمنت بتاع النهارده ما فيهوش الترانزاكشن دي، يعني ما اتطرحش من رصيدي في البنك اكشولي ال 5,000 دول. يبقى هيطلع في فرق بين رصيد حساب البنك عندي في الشركه والبنك ستيتمنت اللي مبعوت لي من البنك. طيب رقم 3 اللي بتخلي عندي حاجه اسمها تايم ليجز، في حاجه اسمها بنك ميموراندم، يعني اي ترانزاكشن سواء البنك عملها وانا ما عرفتش بيها. يعني زي ايه؟ البنك مثلا انا بقول له دايما ادفع لي فواتير التليفون اونلاين، فالبنك بيجي عند تاريخ معين وباي ديفولت بيقوم دافع فاتوره التليفون ويخصمها من حسابي هناك. انا ما بعرفش ان فاتوره التليفون اتدفعت غير لما البنك ستيتمنت بيجي لي، يبقى انا ما سجلتش ان انا خصمت من حسابي في الشركه حاجه بس البنك خصمها. او ان مثلا البنك بيحسب حاجه اسمها انا واخد قرض من البنك والبنك بيخصم انترست بتاعت القرض، انا برضو ما بعرفش ان الانترست اتخصمت من فلوسي اللي موجوده في البنك غير لما يجي لي البنك ستيتمنت. رقم 3، البنك بيعمل حاجه اسمها فيز تشارج على حسابي، يعني بيخصم من حسابي مصاريف الحساب كل شويه تمام، علشان هو فاتح حساب وبيعمل لي حاجه اسمها فاينانشال سيرفيسز البنك بيقدمها لي. الفيز دي او الفيز تشارج دي انا ما بعرفش بيها غير لما بيجي لي البنك ستيتمنت وهي موجوده جواه، يبقى البنك خصمها من عنده وانا ما خصمتهاش من حساب. وشويه حاجات من النوعيه دي هناخدها مع بعض بالتفصيل واحنا ماشيين. رابع حاجه ممكن تخلي التو بالانسز مختلفين عن بعض هو ان واحد فينا غلط بقى وهو بيكتب حاجه. يعني انا مثلا عملت شيك على البنك المفروض سواء اوت ستاندنج او ديبوزيت، الشيك ب 10,000 انا كاتبه ب 1,000 غلط، يعني كاتبه غلط. يبقى معنى كده البنك هيكتب الصح، المفروض بقى انا اصحح ان الشيك المفروض ابو 10,000 اللي انا كاتبه ب 1,000 ده المفروض ارجع اصحح واكتبه بكام،
ب 9000 حسب بقى الشيك ده ليا ولا عليا. نفس الكلام البنك ممكن يغلط، وده هنشوفه بقى واحنا ايه ماشيين. فعشان كده يا اولاد انا مطلوب مني في نهايه كل شهر اعمل حاجه اسمها بنك ريكونسيليشن. البنك ريكونسيليشن اللي هو بيظبط التو بالانسز، اللي هم ايه بقى التو بالانسز اللي هو بقول كده ريكونسيل بالانس بير بوكس ده اللي عندي في الشركه، اند بالانس بير بانك ده اللي جاي لي في البنك ستيتمنت تو ذير كوريكت اور ترو بالانسز، عشان الاثنين يطلعوا زي بعض. ماشي يا شباب، تعالوا بقى نشوف القصه دي هتمشي ازاي. هفتح بس الاول كده الدسكشن قبل ما ندخل على الجد. اتفضل. سلمى، اتفضلي يا سلمى. سامعني؟ ايوه. طيب اي حد عنده سؤال في الجزئيه اللي شرحتها دي نتناقش فيها قبل ما ندخل على الموضوع نفسه. لا لا تمام انا فرحانه. سلمى كانت رافعه ايديها. نعم. ياسمين فاهمه؟ ياسمين ياسمين نامت باين. في ياسمين هنا معانا، وفي ندى، وندى توني. ايوه ايوه انا فاهم. ممكن تاني يا حبيبي؟ التالت واحده ممكن نشرحها تاني اللي هي بنك ميموراندوم. ماشي. التالت واحده اللي هي بنك ميموراندوم معناها ان في ترانزاكشن البنك عملها اثرت على حسابي هناك في البنك، بس انا ما عرفتش عنها غير لما جالي كشف الحساب. زي ايه؟ دلوقتي انا لو انا البنك بيخصم مني كل شهر حاجه اسمها مصاريف الحساب بيسموها فيز تشارج. انا بعرف منين ان البنك خصم من فلوسي فيز تشارج؟ لما البنك يبعت لي بنفسه البنك ستيتمنت، انا بشوف الفيز تشارج جوه البنك ستيتمنت. فاكيد كده يبقى في خصمت مني من حسابي في البنك وانا ما عرفتهاش عشان اخصمت عندي في الشركه غير لما البنك ستيتمنت جالي، يبقى ده كده اكيد هيطلع في اختلاف. طيب لو البنك انا قايل له يدفع لي حاجات اونلاين باي ديفولت زي فواتير الكهرباء، مصاريف مثلا تراخيص عربيات، وات ايفر الرقم اللي بيدفعه اونلاين البنك، يعني هو هيخصمه مش هيقول لي ان اتخصم الا لما يوصل لي البنك ستيتمنت. او ساعات البنوك بتبعت لي اس ام اس او بتبعت لي ايميل، بس المحاسبين ما بيقدروش ساعات ما بيقدروش يتابعوا الكلام ده، فببقى في اخطاء حصلت. في اسئله ثانيه يا شباب قبل ما ندخل على الجد؟ شكرا حبيبه. اتفضلي يا حبيبه ولا هبه؟ لا هبه مش حبيبه. ايوه دكتور. طب يا دكتور مش الفيز دي بتكون مثلا كل اخر سنه؟ كل اخر حسب، في فيز كل اخر سنه وفي فيز كل اخر شهر، بس احنا على حسب التاريخ اللي بنعمل فيه يا هبه البنك ريكونسيليشن. تمام. في سلمى رفع ايديها ومش عاوزه تتكلم. لا هو انا بالغلط، انا ما اعرفش انا رافع ايدي كده ازاي يا استاذ. طب هنزل اهو كده خلاص. وهبه نفس الكلام. طيب في اسئله ثانيه؟ في اسئله قبل ما نبدا؟ لا لا تمام انا فاهم. طيب كده تمام. ندخل بقى في الموضوع بتاعنا. عشان نفهم بقى الحكايه دي تعالوا نشوف موضوع التايمنج ده بيجي منين. لما باجي اعمل بنك ريكونسيليشن هيظهر بقى الشكل اللي قدامكم ده. ان انا بيبقى عندي تو بالانسز موجودين. على الشمال كده كاش بالانس بير بوك بير بانك. ده معناه رصيد البنك ستيتمنت اللي جاي لي من البنك. يعني لو البنك بعت لي بيقول لي كده في البنك ستيتمنت كل شهر او كل سنه، يعني وريفر الميعاد اللي بيبعت لي فيه، بيقول لي مثلا انت عندك 100,000. خلاص بقوم حاطط الكلام ده على الشمال كده. وقدامه على اليمين انا المفروض كنت شغال كاش بالانس بير بوك اللي هي كاش بانك بير بوك، طبعا ان انا فاتح حساب اسمه حساب البنك بس عندي انا في الشركه. لو فرضنا ان الرصيد بتاع الدفاتر ده، من فضلكم يا شباب بس الصوت، من فضلكم الصوت.
قفل لنا المايك يا دكتور. ايوه قفلناه كده يا باشا. طيب لو فرضنا كده ان رصيد كشف الحساب عندي اللي هو على الشمال ده 100,000 مثلا، وهنا 110,000 اللي هو الرقم الحساب عندنا في الدفاتر، بحط تحت ده الحاجات اللي المفروض تتصلح عند البنك. يعني ايه؟ يعني لو حاجات انا عملتها والبنك ما سجلهاش، يعني حاجات تخصني انا عملتها سجلتها عندي والبنك هو اللي ما سجلهاش، فبقوم انا عامل الكلام دوت تحت البنك على طول. واحد يقول لي طب وانا هصلح على البنك؟ لا، انت بتصلح في الشركه عندك. البنك ريكونسيليشن دي بتتعمل جوه الشركه، مش البنك اللي بيعملها. الموظف عندك اسمه تريجري مان، التريجري مان هو اللي بيعمل الكلام ده، تمام كده؟ فبيعمل مقارنه بين التو بالانسز عشان في الاخر يطلعوا قد بعض زي ما هو واضح تحت كده. طيب انا الحاجات اللي انا عملتها واللي البنك ما عملهاش يبقى المفروض انا هصلحها تحت كشف حساب البنك اللي هو هنا كاش بالانس بير بانك. ايه الحاجات دي بقى؟ ديبوزيت اون ترانزيت، يعني انا بعت فلوس للبنك يبقى المفروض طالما انا اللي بعت الفلوس اكيد انا سجلتها، بس عشان هي ان ترانزيت البنك ما لحقش يسجلها يبقى هنسجلها عند البنك بالبوزيت. طيب اوت ستاندنج تشيكس، يعني انا اديت لناس شيك عشان يصرفوه من حسابي، فاكيد طالما انا اللي اديت لهم الشيك يبقى ده معناه انا اللي اديت لهم الشيك، يبقى ده معناه ان انا خصمت الفلوس من حسابي، تمام؟ يبقى مين اللي ما خصمش الفلوس؟ البنك. فاقوم انا اصلحها عند البنك، يبقى outstanding checks هتتخصم من رصيد كشف الحساب. بعد كده البنك ايرورز سواء بالبلس او الماينس دي اكوردنج لي الاكسرسايز اللي هيديهولنا بالظبط. طيب نروح بقى الناحيه الثانيه، ايه الحاجات اللي احنا هنصلحها عندنا؟ احنا دي الحاجات اللي البنك عملها واحنا ما عرفناش بيها غير لما جالنا كشف الحساب. طيب زي ايه الحاجات دي بقى بالظبط؟ نمسك واحده واحده كده. اول حاجه اي اف تي كولكشن اند اذر ديبوزيتس، دي بالبوست. يعني ايه؟ احنا ساعات في بعض الكاستمرز بتوعنا بدل ما يجي يدفع لنا الفلوس كاش في الشركه بيدفع لنا الفلوس اونلاين، فبندي له احنا رقم الحساب بتاعنا وبنقول له ادفع لنا على رقم الحساب ده، يعني حط لنا الفلوس اللي عليك على رقم حساب اونلاين، تمام كده؟ طيب معنى كده ان الفلوس هي بالفعل اتحطت في البنك، وانا ما بعرفش الالكترونيك فاند ترانزاكشن دي اللي حصلت اللي هي ايه اختصار بالاي اف تي، تمام؟ ما بعرفش انها اتضافت لحسابي الا لما بيجي لي كشف حساب البنك، يبقى البنك عملها وانا اللي ما عملتهاش، يبقى المفروض انا اصلحها عندنا. رقم 2 NSF دي يعني stands for non-sufficient fund. يعني ايه؟ يعني انا لو كنت عندي شيك واخده من واحد من الكاستمر بتوعي وبعته عشان يتحصل لحسابي، يعني واحد كان مشتري مني بضاعة ب10,000 مثلا واداني شيك ب10,000، فانا بعت الشيك ده عشان يتحصل لحسابي انا، حلو؟ ده معناه ان اول ما بعت الشيك انا على طول بكتب ان الفلوس دي زادت عندي. طيب البنك بيروح اول ما بروح بودي الشيك للبنك، البنك بياخدها ويستعلم عن العميل دوت ويشوف هل حسابه فيه فلوس تكفي ولا لا. لو لقى الفلوس ما تكفيش بيقوم برجع لي الشيك تاني وبيسميه بونصد او شيك مرفوض او الشيك دوت فيه مشكله، اللي احنا بقى ده بنسميه نون سفيشنت فاند. فنتيجة ان انا قبل كده كنت زودت ال 10,000 دول على حسابي وهم اصلا ما تحصلوش نتيجة ان العميل ده متعسر او ما عندوش فلوس، يعني يبقى لازم اخصمها من حسابي مرة تانية. طيب رقم 3 Service charge and other payment. لو البنك بعت لي في كشف الحساب، لو البنك بعت لي في كشف الحساب ان في اي فيز تشارج اتخصمت مني، تمام، من حسابي وانا ما عرفتش الكلام ده غير لما جالي البنك ستيتمنت. اخر حاجه بلس اور ماينس كومباني ايرور، ان في حاجه انا سجلتها غلط فلازم اصلحها. ده الشكل يا اولاد اللي احنا هنشتغل عليه باستمرار ومش هيتغير، تمام؟ طيب انا هفتح برضو الشات
قبل ما ندخل على كيس ستادي في الموضوع ده. اتفضل. في اي سؤال؟ ما حدش ينبي يشبط على البتاع لو سمحت. ماشي؟ في اي سؤال؟ ماما صحواني. بيوت انا عايز اسال. اسال يا ابني ولا يا بنتي؟ الناحيه الشمال. ماشي اتفضل. التاني واحد اللي هي البانك ايرور هنا مظبوط. طب ودي تالت واحده مش تاني واحده. ماشي مالها؟ هي انا ما ركزتش فيها مش فاهمها. انت مين؟ انا ندى. انت ندى؟ واضح ان احنا اصواتنا الصبح بتبقى جامده جدا. طب والنبي يا ندى بشرب نسكافيه ولا حاجه الله يكرمك يعني. بص يا حبيبتي يعني معلش يا دكتور استحملني. انا مستحملكم ولا هي دي اول مره اقول لك معلش يا دكتور استحملني. طيب ماشي. بص يا استاذه ندى البنك ايرور معناها ان البنك نفسه سجل حاجه غلط تمام كده؟ فطالما سجل حاجه غلط المفروض بقى يصلحها. ممكن يكون سجل حاجه غلط بالزياده او بالنقص. دي هتبان مع الاكسرسايز. يعني ايه؟ يعني مثلا انا بعت شيك للبنك عشان يتحصل ب 10,000 وهو حصله فعلا بس كتب 9,900 مع ان الشيك ب 10,000 صح كده؟ يبقى المفروض كده البنك نقص حسابي 100 دولار يقوم زود ال 100 دولار. ده بنك ايرور صح كده؟ او ان انا بعت مثلا شيك عشان يتخصم مني اللي هو اوت ستاندنج تشيك ب 100,000 فالشيك مكتوب فيه 100,000 البنك بقى كتبه ب 99,000 يبقى معنى كده ان البنك نقص من حسابي 99 والمفروض كان ينقص 100,000 يبقى في 100,000 دولار لازم ينقصوا تاني. ده بنك برضه بنك ايرور تمام؟ وهكذا. ماشي يا اولاد؟ طيب سؤال تاني. دنيا اتفضلي. دنيا ولا سلمى؟ سلمى. دكتور ليه ديبوزيت ان ترانزيت بوزيتيف مش نيجاتيف؟ الديبوزيت ان ترانزيت بوزيتيف ليه؟ لان الديبوزيت ان ترانزيت معناها ان فلوس خرجت من عندنا من الشركه راحت حسابي في البنك فانا بقوم ضايفها على حسابي في البنك. وانا ما انا فاتح حساب في الشركه اسمه حساب البنك فلما انا هبعت ديبوزيت النهارده للبنك هقول يبقى حسابي في البنك زاد ما نقص لان انا ده انا اللي بعت فلوس عشان تتضاف للحساب صح كده؟ طيب هي عشان ان ترانزيت لسه بقى ما وصلتش البنك. الموظف اتاخر اللي البنك قفل تمام وهتتعمل تاني يوم فما ظهرتش عندي في كشف الحساب يبقى انا لازم اضيفها بقى في كشف الايه في الحساب تمام؟ تمام. مين تاني؟ مروه اتفضلي يا مروه. ايوه دكتور معلش ممكن حضرتك تعيد اي اف تي تاني؟ اي اف تي معناها الكترونيك فاند ترانزاكشنز تمام؟ يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا الاوقات دي كتير احنا بنشتغل عشان فكره اهو احنا قاعدين في البيت كلنا والحظر ومش الحظر والكلام ده. فبيحصل حاجه اسمها تمام؟ تحويلات اونلاين. يعني في حاجات اسمها اونلاين بانكينج مش كده؟ تمام. طيب ففي بعض الكاستمر اللي انا عشان انا قافل الشركه هقول لهم اي حد عليه فلوس ممكن يدفع لي الفلوس اللي عليه عن طريق حسابي في البنك اونلاين. وانا بدي له رقم الحساب وهو قاعد بالموبايل تمام عن طريق حاجه اسمها ديجيتال وولتس مثلا يقوم عامل ايه؟ محول لي من رصيده هو رصيد انا المبلغ اللي عليه. طبعا الفلوس دي هتسمع في البنك مش هتسمع عندنا. امتى هعرف انها جات لي؟ لما يجي لي كشف الحساب. فكشف الحساب هيبقى مكتوب فيه ان مثلا مروه حولت لك يا فريد 100,000 دولار وانا ما كنتش اعرف القصه دي. يبقى البنك عمل اللي عليه فاضل انا بقى اعمل اللي عليا. يبقى ال 100,000 دولار يتضاف عندي ولا ما يتضافوش؟ يتضاف عندي. يتضاف. تمام شكرا. في حد تاني يا شباب؟ دكتور أسئلة؟ طيب دكتور اتفضل. معلش بس هو مش انا المفروض اصلا ان انا يعني سواء كان ديبوزيت او اوت ستاندنج تشيكس عشان انا المفروض ما بسجلش حاجه في الحسابات عندي
غير لما يبقى معايا ريسيت من البنك. لا 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 الترانزاكشن دي تمت. لا انا ما هو طالما اسمها ديبوزيت ديبوزيت معناها ان انا عملت انا عملت حاجه بيسموها في الشركات كده حفظة ايداع من عندي من الشركه. يعني انا الديبوزيت دي معناها ايه؟ انا اديت فلوس اللي عندي الكاش للموظف عشان يروح يحطها في البنك. فمستحيل ان انا ادي الفلوس للموظف من غير فاينانشال ديكومنت، صح كده؟ يعني لو فرضنا مثلا يعني ان انا عندي في مول محل اكسسوارز، وانا طول اليوم الناس بتيجي تشتري وتبيع كاش عادي، تمام؟ فباجي كده كل يوم على الساعه واحدة او اتنين بقوم واخد كل الكاش اللي عندي وعدها، واقوم واخد محاسب من اللي عندي في المحل او في الشركه، اقول له خد الفلوس دي وروح حطها في حسابي في البنك. عشان انا اسلمها له لازم اعمل حاجه اسمها ايصال ايداع، صح كده؟ والموظف بيمضي عليه لان دي عهده، تمام؟ طيب انا طالما الموظف خد الفلوس مني، الفلوس دي خلاص نقصت من المحل، فانا لازم اكتب انتري ان الفلوس دي راحت فين، صح؟ اقوم انا كاتب على طول ان الفلوس دي ديبت في البنك اكاونت وكريدت في الكاش عندي، حلو كده؟ يبقى اتسجلت اهو في الديبت في البنك اكاونت، يعني اتضافت على البنك اكاونت. ممكن ده الموظف هو رايح اتاخر، البنك قفل، ما لحقش ان يحطها النهارده فهيحطها بكره، كل ده بنسميها ديبوزيت ان ترانزيت. يبقى المشكله اللي هتظهر في كشف الحساب، ان الديبوزيت اللي انا حطها للحساب عندي البنك ما ضافهاش، ماشي كده؟ تمام، شكرا. طيب في اسئله ثانيه يا شباب؟ في اسئله ثانيه؟ لا لا تمام كده، تمام. طيب ندخل بقى على فكره الايه، الاكسرسايز او كيس ستادي. عشان نفهم الحكايه دي كويس محتاجين بقى ناخد كيس ستادي. ممكن حضرتك تقفل المايك؟ حاضر. احنا بس ممكن الـ البرنامج هيقفل بعد 5 دقايق او حاجه، انتوا يعني انا هفتحه تاني وانتوا هتدخلوا باي ديفولت، خلاص كده؟ لو قفل يعني هو قدامه كده 4 دقايق ويقفل وهنفتحه تاني. طيب بيقول لنا هنا ايه بقى عشان نفهم القصه دي؟ بيقول لنا كده ذا بانك ستيتمنت فور كري جورمان ويتش ذا كومباني اكسيز online it's a show balance per bank of 15907. لو سمحت هتطلعوا بقى ورقه وقلم عشان هتشتغلوا معايا، ماشي؟ هتجهزوا كده ورقه وقلم، هتجهزوا النوتس بتاعتكم وتشتغلوا معايا عشان نفهم احنا بنحل ازاي. لو سمحتوا هتطلعوا نوتس تكتبوا فيها، ردوا عليا. ماشي يا دكتور. ماشي تمام. ابراهيم دكتور حاضر. انا هستنى بس هتقولوا لي احنا جاهزين حتى في الثلاث دقايق دول، انا ممكن اديها لكم بريك على ما تطلعوا ورق وقلم عشان هنبدا نحل مع بعض. دكتور هي دي مساله في الكتاب ولا ده ايه؟ ده مساله في الباوربوينت برزنتيشن وبرده موجوده في الكتاب، تمام؟ وانا لخصت لكم الباوربوينت برزنتيشن بتاع شابتر 8 وفي نهايه المحاضره النهارده هبعته لكم الجزء الملخص، خلاص يعني اللي عليكم بس. دكتور هو برضو الحاجات اللي مقرره علينا في 6 و7 لو ينفع تبعتها لنا برضو. حاضر، احنا اتفقنا ان انا ابعتها لكم بس بعد ما نخلص ايه يعني. تمام اوكي، ماشي يا دكتور. ماشي يا دكتور. يلا الكل جاهز بس ورقه وقلم. تمام تمام يا دكتور. تمام
انا بس عشان البرنامج يقفل بعد دقيقه بالظبط انا مستني هنقفل ونفتح تاني. يلا كده.